عليكم يا جماعه. جالي سؤال على جروب الواتساب وحابب انوه على الناس اللي هم مشتركين وجداد اللي احنا عندنا يا جماعه جروب واتساب، هسيب لكم الرابط بتاع الدعوه اسفل الفيديو في وصف الفيديو، ممكن تقدر تدخل من خلاله وتشوف وتسال اي سؤال يخص الحمام. لو انا ما ردتش عليك ففي ناس محترمه موجوده على الجروب بترد على الناس. السؤال بيقول كالاتي: انا عندي حمام مش عارف اجوزه ازاي، لانه حمام لاحم على حمام زاجل، والحمام اللاحم بيتجوز من الحمام الزاجل او اي نوع حمام تاني عامه. طبعا الرد على السؤال ده هيكون كالاتي: يا باشا حضرتك لو انت عندك حمام لاحم وعليه حمام زاجل او حمام كينج او حمام مودنا او اي نوع حمام تاني وسايب في اوضه، طبيعي ان هو هيتجوز من بعضه. يعني انا هنا عندي حمام مودنا وعندي حمام لاحم وعندي حمام كينج، لو فكيت الحمام ده كله مع بعضه كده على الارض، طبعا هما هنا متجوزين بعض اهو، يعني كل جوز واخد نتايته من نفس النوع، هيفضل واخد نتايته، ولكن بعد كده لما هيزهق منها هيدور على نتايه ثانيه. والعكس صحيح، الذكر برضه بتاع الكينج او المودنا هيدور على نتايه ثانيه. فكده طالما انا سايب لهم الموضوع سايب في الغرفه او في الاوضه، ده المشكله اللي بتقع فيها الناس كلها، انك انت ما تربيش انواع مختلفه طالما انت عايز تعمل سلاله. يعني بالكلام بتاعك ده، لو انت عايز تعمل شويه حمام للذبح وللزغاليل للاكل، سيبهم مع بعض، اللي يتجوز زاجل واللي يتجوز لاحم مع لاحم او لاحم مع زاجل ما تفرقش حاجه، طالما الزغاليل اللي هيطلعوا من تحتيهم هينذبحوا. طب انت دلوقتي عايز تعمل سلاله لاحم لوحده وزاجل لوحده، ولو عندك كينج يبقى لوحده، لو عندك مدنه يبقى لوحده، كل حاجه لوحدها، ايه اللي هيتم؟ لازم تحبسهم زي ما انت شايف كده. ده الحل النهائي. طيب في واحد بعت لك قال لك احبسهم، وانت رديت عليه وقلت له مش هينفع لان الموضوع بيبهدلوا الدنيا او بيتعاكوا مع بعض، اللي انا فهمته ان هم بيتعاكوا مع بعض. طيب ايه حلها؟ انت كده ممكن تكون حاطط دكورين مع بعض، ممكن تكون الدكوره مش سايفه على النتايات. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت هتختار الدكوره تذكر كل دكر في العين بتاعته، زي الدكر اللي فوق ده ساجل لوحده عايز نتايج، هتحط الدكوره كلها كل دكر في عين. هتقول لي طب انا ما بعرفش الدكر من النتايه، هقول لك دايما الدكر بتلاقيه سخن ماشي، وبتلاقيه بيزوف ويلف حوالين نفسه 360 درجه. افهموا الكلام ده كويس يا جماعه، لان التركات دي بتكون حاجات مهمه في تصاميم التربيه بتاعتك. هتلاقي الدكوره دايما بتزوف وبتلف 360 درجه، وحجمها دايما اكبر من حجم النتايات. تمام؟ هتشوف الدكر اللي بيلف على الارض حوالين النتايه وبيطاردها من مكان لمكان وبيزوف حواليها كده وسخن، تيجي ماسكه حاطه زي الدكر ده. شايف سامع الصوت اللي هو بيطلع ده؟ الصوت ده صوت الدكر، ان هو بيزوف على النتايه عاوز يتجوز. هتيجي ماسكه سواء بقى لاحم او زاجل او اي نوع عندك، تيجي حابسه حاطه في ايه؟ في العين، وسايبه لوحده زي اللي فوق ده كده. تمام؟ لحد ما تخلص كل الدكوره اللي عندك في المكان وتسيبي النتايات على الارض. بعد كده تيجي للخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده هتدي للدكوره هي سيلينيوم ايطالي بيطري 1 سنتي على 1 لتر ميه لمده 5 ايام، وتدي للاناث اللي على الارض اللي انت سايبهم مع بعض الف د 3 ه بيطري ايطالي 1 سنتي على لتر ميه لمده 5 ايام. كده انت هيأت الحمام للجواز. الهي سيلينيوم هيسخن الحمام، هيسخن الدكورة، يخليهم سخنين وعايزين النتايات بتاعتهم، يعني سوق الحمام سخن، يعني الحمام عاوز يشتغل، عاوز يكسر، عاوز يتجوز بمعنى اصح. النتايات برضه لما تديها الفيتامين الالف د 3 ه، برضه انت بتهيئ لها المبايض وبتهيئ لها الجهاز التناسلي بتاعها للجواز. تمام؟ بتخليها عندها ايه؟ يعني استعداد للجواز. بعد ما تعمل الموضوع ده تاخد بقى النتايه الزاجل تتجوزها لذكر زاجل، تاخد النتايه اللاحم تتجوزها لذكر لاحم. قرب عليا كده شويه. لو انت شفت هنا بقى وانت بتجوز، انا اخترت هنا
في المدينه مثلا ذكر اللي هو على اليمين ده مع التاية، مع ان الذكر اللي فوق ده شكله وفورمته احسن من الذكر اللي عندي ده. طب انا ليه اخترت الحته دي؟ عشان خاطر نتايته حلوه. فلما تكون نتايه حلوه مع ذكر نص شويه او عنده مثلا لطش مثلا في الدماغ زي الدماغ الهيد اللي فوق ده لطش بيضه، هنا ما عندوش لطش بيضه، هنا نضيف. تمام؟ هنا برضه في الجناح عنده لطش بيضه، هنا ما عندوش لطش بيضه. طيب انا ليه جوزت اللطش اللي هي البيضه مع النتايه النظيفه دي؟ عشان خاطر في الاخر انا عايز احسن السلاله بتاعتي. ما ادخلش نضيف مع نضيف، انا لازم ادخل حته كده مع حته كده، واشوف الانتاج بتاعهم هيبقى عامل ازاي؟ هل الانتاج اول جيل وتاني جيل هيطلع هيبقى كويس؟ لو كويس يبقى انا هستمر. ملطش وملخبط يبقى انا هعكس وهكذا. انت برضه نفس القصه، اختار الحجم الكويس مع الحجم الضعيف شويه عشان خاطر تحسن السلاله. ما تحطش كويس مع يعني ما تحطش صحه كويسه مع صحه كويسه وحجم حلو مع حجم حلو والصغير مع الصغير كده. الاحجام الحلوه هتطلعك كويس والاحجام الصغيره هتطلعك اي كلام. فانت لازم تشكل عشان توصل في الاخر لسلاله مظبوطه كويسه. لو انت عملت الخطوات دي ان شاء الله بعد فضل ربنا الحمام هيتظبط معاك وهيتجوز، ولما تدخله النتايه بتاعته لكل ذكر هيفسه وهيتجوز، وتحط له من الطاجن بعد الدخول ب 24 ساعه، لان تدخل النتايه النهارده وتحط تاني يوم الطاجن للحمام وبس كده، وتفضل على كده وان شاء الله هيتظبط معاك الحمام وهيبقى زي الفل. بس دي كانت المعلومه بتاعتنا النهارده، ارجو تستفيدوا من الفيديو ده، اشوفكم ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومه جديده.